السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا، قناة منح من كل الألوان بتعرض فرص ومنح كثيرة جدا، فريد تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية، وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة دراسية ممتازة جدا. المنحة دي مقدمة من الحكومة الإيرلندية، تمام؟ يبقى الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي دولة إيرلندا، مقدمة من الحكومة الإيرلندية. طيب بالنسبة للمنحة دي هي موجهة لكل دول العالم، يعني سواء أنت من دولة عربية أفريقية آسيوية متاح ليك التقديم في المنحة دي، تمام؟ طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية، المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني تقدر تقول إنها متاحة لكل المراحل الدراسية. طيب بالنسبة بقى للتمويل المقدم من المنحة دي، ركز بقى معايا. اولا انت بتاخد كل رسوم الدراسه مجانا، مش بتدفع اي تكاليف خالص، كل رسوم الدراسه بتكون على حساب المنحه. تاني حاجه بتاخد راتب شهري مقداره 840 يورو، تمام؟ بس ركز معايا ان الراتب الشهري ده لمده سنه واحده فقط، يعني انت رسوم الدراسه هتاخدها لكل السنوات، ولكن في اول سنه هم بيعطوك راتب شهري، انما باقي السنوات انت اللي بتمول بقى يعني المعيشه بتاعتك بنفسك، تمام؟ طيب كمان المنحه دي بتتاح لك العمل بجانب الدراسه، ممكن تشتغل بجانب الدراسه، والساعه طبعا يعني ساعه العمل في اوروبا، لان ايرلندا من الدول الاوروبيه، بتكون 9 يورو للساعه، فبتقدر كمان انك تدخر وتوفر مبالغ اضافيه من العمل بجانب الدراسه، وده مسموح به، اضافه انك بتدرس بقى طبعا في دوله قويه من الدول الاوروبيه، وده في حد ذاته يعني شيء عظيم، تمام؟ طيب بالنسبه للتخصصات المتاحه في المنحه دي، التخصصات المتاحه في المنحه دي تعتبر كل التخصصات متاحه. ليه؟ لان المنحه دي منحه حكوميه، واول ما تسمع منحه حكوميه يعني جامعات كتير جدا مشاركه فيها، وعندنا قائمه جامعات كبيره جدا وكتيره، تمام؟ زي جامعه دوبلن، زي جرافيس كوليدج، زي ووترفورد، تمام؟ كل دي جامعات مشاركه، وايضا في جامعات عديده اخرى، ولكن مش هقول طبعا كل الاسماء عشان ما اطولش الفيديو عليكم، ولكن في مقاله هتلاقوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، هتلاقوا فيها كل التفاصيل اللي انا بقولها، وبرده هتلاقوا فيها كل الجامعات المشاركة، تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى للشروط الخاصة بالمنحة دي، تعتبر المنحة دي ما فيهاش شروط، ممكن نقول إن المنحة دي تقدر تقدم فيها حتى لو أنت مش معاك شهادة لغة، تقدر عادي تقدم فيها ما فيش أي مشكلة خالص، ما فيهاش حد أقصى للعمر، تقدر تقدم فيها حتى ولو سنك كبير، تمام؟ طيب عندنا بعض الأوراق المطلوبة، زي إيه؟ الأوراق المطلوبة هتكون زي أول حاجة شهادة المؤهل الدراسي بتاعك، لو أنت في آخر سنة من المؤهل الدراسي الحالي بتقدم شهادة السنة اللي قبلها، لو أنت خلصت المؤهل الدراسي الحالي مثلا خلصت بكالوريوس وعايز تقدم ماجستير يبقى لازم ترفق الشهادة النهائية مع كشف الدرجات، تمام؟ صورة جواز السفر بتاعتك لازم تكون موجودة، تكتب مقالات إنية، تكتب في مقالات أخرى مطلوبة في المنحة، 2 خطابات توصية، سيرة ذاتية. طيب دي الأوراق المطلوبة، بجانب بقى حاجة مهمة جدا مطلوبة ومش هيكمل بدونها الأبلكيشن، وهو إن أنت لازم تحضر خطاب قبول مشروط أو نهائي من أحد الجامعات المشاركة في المنحة في إيرلندا. يعني إيه؟ يعني داخل الأبلكيشن الخاص بالمنحة في جزء لازم إن أنت تكون يعني وتوضح إنك اتقبلت في أي جامعة من جامعات إيرلندا المشاركة في المنحة، وتجيب لهم خطاب قبول، تمام؟ لو أنت دخلت وملأت الأبلكيشن على طول وأنت مش معاك قبول في أحد الجامعات الإيرلندية المشاركة في المنحة، خلاص الابلكيشن بتاعك مش هيكمل وانت كده مش مؤهل للمنحه، فلازم تهتموا برضو بالخطوه دي، تمام كده؟ طيب كمان بالنسبه لاخر ميعاد للمنحه دي، المنحه دي بتنتهي في 26 مارس 2021، يعني لسه معاك وقت. طبعا في جامعات في ايرلندا، لو انت مثلا مش معاك قبول دلوقتي حاليا في احد الجامعات الايرلنديه ممكن تقدر تقدم، وفي جامعات بتطلع لك القبول في خلال اسبوعين، لو انت هتقدم عليها مفيش مشكله، بتقدم على الجامعه وبتتواصل معاهم تقول لهم انا مثلا عايز القبول في اسرع وقت، قرار بتاع المنحه في اسرع وقت، ممكن يطلعوا لك القبول في اسبوعين، وبتقدر بعدها انك تقدم عادي في ابلكيشن المنحه، تمام كده؟ طيب كمان ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه، زي بنوفر منح مضمونه القبول في دوله الصين، تمام؟ بنوفر خدمه التقديم لاي فرصه منحه انت عايزها بشكل احترافي، بنوفر خدمه تجهيز الاوراق عشان تستخدمها في التقديم بنفسك لاي فرصه او منحه، تمام؟ وكمان بنوفر خدمه الكورسات عشان تزود من فرص قبولك في الفرص والمنح، تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه وابلكيشن التقديم. وده الويب سايت الخاص بينا برضو، لو حابين تطلعوا على منح وفرص كتيرة هتلاقوا عليه الكثير من المنح، تمام؟ طيب خلينا نشوف المنحة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي منحة
حكومة إيرلندا. كل التفاصيل برضو هتلاقيني ذكرها لكم هنا في المقالة، الراتب الشهري كام، التمويل، الجامعات المتاحة، التخصصات، الأوراق المطلوبة، آخر ميعاد إمتى، الخدمات الإضافية اللي احنا بنقدمها، كل شيء هتلاقوه موجود في المقالة دي أيضا. تمام؟ طيب هنا هتلاقي الابليكيشن الرسمي او الابليكيشن التقديم للمنحه، وهنا ده رابط خدماتنا الاضافيه، وهنا ده الاعلان الرسمي للمنحه. تمام، تعال نشوف الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كافه التفاصيل. تيجي تضغط على الجزء ده اللي هو الاعلان الرسمي، هيفتح معاك موقع المنحه الرسمي اللي هو موقع حكومه ايرلندا، وهتلاقي فيه كافه التفاصيل. تمام، طيب ده الموقع، هتلاقي ذاكر لك هنا كافة التفاصيل من حيث الراتب السنوي هيكون كام، 10,000 يورو اللي هو بما يعادل يعني زي 840 يورو شهريا، آخر ميعاد للتقديم 26 مارس، كل التفاصيل هتلاقيها موجودة هنا. تمام، طيب خلينا دلوقتي بقى نروح ونشوف أبليكيشن التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك أبليكيشن التقديم. التقديم مش صعب، ولكن لازم تتبع فيه يعني كل سيكشن فيه تملاه بحذر وتملاه كويس. تمام، طيب هيفتح معاك الابليكيشن كاول مره بالشكل ده. طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش لا ايميل ولا باسورد، تعمل ايه؟ لازم الاول تروح تعمل ساين اب. تمام، تعمل تسجيل على موقع المنحه الاول عشان تسجل الاكونت بتاعك. هيظهر لك بالشكل ده، مطلوب منك انك تحط الايميل بتاعك، تمام، مطلوب تحط الباسورد بتاعك، مطلوب تعمل كونفيرم الباسورد وتوافق على الشروط دي. تمام، وبعد كده تضغط على كلمه ساين اب، فالايميل اللي انت حطيته هنا والباسورد بيتسجلوا خلاص. بعدين بترجع تاني للمكان بقى اللي فيه اللوجن، تمام، وبتحط الايميل بتاعك في مكان الساين ان دي او اللوجن، تحط الايميل بتاعك وبتحط الباسورد، بعدين بتضغط على كلمه لوجن عشان تدخل للابلكيشن وتشوف كل سيكشن مطلوب منه. طيب الموقع الرسمي هيفتح معاك بالشكل ده. تمام، اول حاجه لازم تروح تعمل بروفايل الاول. تمام، هتروح تضغط على اد انذر دي، تمام، وتعمل بروفايل جديد على الويب سايت الخاص بالمنحه. هيفتح معاك بقى كل سيكشن بالشكل ده، بيقول لك انت لسه قدامك 39 يوم والتقديم ينتهي للمنحة دي. تمام، بعد لما انت بتملأ كل سيكشن من السكاشن دي كلها بيطلع لك هنا سبميت، تظهر لك كده ملونة وبتضغط عليها والابليكيشن بتاعك بيتم ارساله للمنحة. طيب تعال نشوف كل سيكشن فيه ايه. هتيجي تفتح السيكشن الاول اللي هو البرايمري بيرسونال ديتيل، تضغط على كلمة اوبن عشان يفتح معاك وتشوف ايه المطلوب جوه. تمام، المطلوب هتلاقي بيانات بسيطة زي اسمك، زي اسمك، اسم العائله، العنوان بتاعك، مكان الاقامه، الجندر بتاعك، بتحط هنا صوره جواز السفر بتاعتك. تمام، بتعمل مارك كومبليت بعد لما بتملى كل ده، وبعدين ترجع تخش على السكشن اللي بعده. تمام كده، السكشن اللي بعده اللي هو يعني التقييم اللي هو اذا كنت مقبول في المنحه ولا لا. تمام، يعني بيسالك كده سؤالين، تعال نضغط ونشوف ايه اللي هيطلع لنا في الجزء ده. هنا بيسالك ان انت لازم تكون من خارج الاتحاد الاوروبي، فتضغط على كلمه يس، وزي ما احنا قلنا ان لازم تكون انت واخد قبول مشروط او قبول نهائي، فلازم تاكد لهم انك بالفعل حصلت على قبول مشروط او قبول نهائي من احدى الجامعات المشاركه في المنحه، فتضغط برضو على كلمه يس. تمام، وبعدين بترجع بقى خلاص بتضغط على مارك كومبليت، وبعدين بترجع بتروح للسكشن اللي بعده. السكشن اللي بعده اللي هو خاص بالديتيلز اوف اوفر، اللي هو معلومات القبول بتاعتك، اتقبلت في اي مؤسسه في ايرلندا، الدرجه اللي انت مقدم عليها، التخصص اللي انت مقدم عليه، وبتحط خطاب القبول من الجامعه اللي انت اتقبلت فيها هنا. تمام، بعد كده بتخش برضو على السكشن اللي بعده، بتكمل ده وتخش على السكشن اللي بعده اللي هو الاكاديميك اند ورك هيستوري، بالنسبه لو انت عندك خبره عمليه اشتغلت قبل كده في عمل ما، تطوع مثلا، عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، كورسات، شهادات تقديريه، بتضيف كل ده هنا. تمام، تحط كل الاشياء الاضافيه اللي عندك بجانب المهارات الاكاديميه، تطوع بقى ما الى ذلك. طيب بتكمل السكشن ده وبعدين بتخش على السكشن اللي بعده. على فكره جزئيه الورك اكسبيرينس دي او الورك هيستوري مش مطلوبه بشكل الزامي. تمام، بعد كده البيرسونال ستيتمنت وريفيرز اللي هي التوصيات بقى، وتكتب مقالات النيه، تكتب بقى مقالات النيه ليه انت عايز تقدم للمنحه دي، ايه اللي هتستفاده. طبعا عندك كذا مقاله تحاول تكتبها بحذر. هتلاقي هنا الاشياء المطلوبه للتوصيات، مطلوب 2 توصيات. تمام، تكتب بيانات الاشخاص اللي عملوا لك التوصيات برضو هنا، وترفع الليتر اوف ريفرنس هنا، تحط خطاب التوصيه برضو هنا. تمام كده، بعدين بتكمل السكشن ده وتخش على السكشن اللي بعده اللي هو اخر سكشن خلاص، بيسموه الديكلاريشن، اللي انت خلاص بقى كل الاشياء اللي انت ملقتها في الاعلى دي انت ملقتها بنجاح، وبتاكد ان كل المعلومات اللي انت وضعتها
ما فيهاش مشكله، بتضغط على اس وبتحط اسمك هنا، بتكتبه والتاريخ اللي انت هتبعت فيه الابلكيشن، وبعدين بتضغط مارك كومبليت، وبعدين بترجع تاني هنا. بتبقى انت كده خلاص ملأت كل السكاشنز المطلوبه منك هنا، كل سكشن من دول ملأتهم، وبعدين بتلاقي ان الجزئيه بتاعه السبمشن ظهرت لك، بتضغط عليها وبانت كده ارسلت الابلكيشن بتاعك للمنحه بنجاح. تمام كده، فدي كيفيه التقديم للمنحه. فيبقى احنا كده شرحنا كافه التفاصيل من حيث اخر ميعاد التمويل، كل التفاصيل. ما تنسوش طبعا ان احنا بنقدم خدمات اضافيه للتقديم على المنح بشكل احترافي، وكمان بنضمن منح دراسيه في الصين 100%. تمام، ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده واسفل المقاله دي برضو هنا. تمام، فان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.